حديث كتاب الأشربة، باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ورقم الحديث 5590. وقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن أقوام من أمتي أقوام يستحلون الحيرة، يعني الفرج الحرام والعذراء والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون يرجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.